السلام عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، هذا أخوكم ومحبكم إلياس يعود إليكم من جديد بالبرنامج ديال كوكتيل مع إلياس. قبل ما نبدأ ونتكلموا اليوم عندنا ثلاثة ديال الفقرات وهي كتختص بالحجارة، الفقرة الأولى والثانية، الفقرة الثالثة. إلى ما عمركم سمعتوا أن إمام كيصلي بالناس روبو، ما عمركم سمعتوها، غادي تشوفوها اليوم معنا في هذه الحلقة. ولكن فعلوا الجرس ضروري باش يوصلكم الإشعار ديال أي جديد درناه، فضلا وليس أمرا. إلى العناوين. وضع فنانين في مراكش اللي هانوا القاصرين وهانوا النساء، رهن الحراسة النظرية. وكذلك غادي نمشيو للسجن النافذ المعنف الأساتذة ديال التعاقد اللي كان كيجمعهم بالنصاص كهواية ديالو. وكذلك غادي نمشيو للإمام اللي قلنا وهو روبو خدام بالضوء وكيصلي بالناس، وغادي نشوفوا داكشي بالفيديو. إلى التفاصيل. كيف ما قلنا الإخوة والأخوات، الحجارة واحد مؤثر مغربي وجوج ديال الجزائريين فنانين في مدينة مراكش حقروا النساء والأطفال وداروا شريط فيديو كما كتشوفوا معنا. يعني شوف غير وجههم كيعطيكم الخبار اشناهما هما. نطلبوا الله السلامة والعافية. هاد وجوه اضطروا، هادو تعداوا كاع جميع القيم والمبادئ والأعراف والتقاليد، لأنهم كيف ما كيقولوا شي ولاد الحراقة اللي هما المهم يشوفوا ورجعوا. با بارتي شيرشير ليكول جوري. سالي بوت دو فيس دو بوت. واه فوت مير سي ان غروس سالوب. مي سا تو سي جي لابيتود جي دي غوس ان بو بارتو دان تو لو كوان دو ماراكيش كو ديو مباردون مي ان فري جو مان با لي كوي. نو سي ماري سي سا بوتان جو مان رابيل بلو مي جو مان رابيل دو تا مير. Lui, c'est son petit frère. C'est un sacré petit bonhomme. Mais bon, le plus important, c'est qu'il m'aime toujours et qu'il m'a retrouvé. Il ressemble, hein? Il ressemble à moi ou il ressemble à sa mère, la grosse pute? Mais c'est pas grave. C'est un bonhomme comme son père. Allez, fiston, va te faire foutre. Je te donne un pourboire. يعني يضر بزاف ديال الناس وخلى كاين الناس اللي اتصلوا بيا شخصيا وكيبكي، وكاين الناس اللي قال كاش هادشي واقع، كيفاش هادو مازال ما تعتقلوا هادشي هذا البارح. فاذا بنا كان كيوصلنا الخبر ولله الحمد تم الاستدعاء ديالهم من طرف الشرطه القضائيه ديال مدينه مراكش. وبهذا الصدد كنوجهوا التحيه، تحيه اجلال واكبار وتقدير للنيابه العامه بمدينه مراكش، وكذلك ولي الامن في شخص الوالي ومدير الديوان ورئيس الشرطه القضائيه وكل العناصر وكل الاجهزه الامنيه الساهره على حمايه هذه المدينه الكريمه المعروفه بيا سلام مدينه البهجه ومدينه النخيل. اذا غادي ندخلوا في الموضوع. قررت النيابه العامه اخواني واخواتي البارح الاثنين وضع الفكاهي الفرنسي من اصل جزائري معروف بالسميه ديال ابراهيم بوهليل، والمؤثر المغربي اللي هضرنا عليه ومعروف بالسميه ديال زبار بوكينغ، راهن تدابير الحراسه النظريه على خلفيه التحقيق فتحوا الوكيل العام لدى محكمه مراكش من بعد الجدل اللي طار في المغرب. وكذلك ساقوا ليه الناس الخبار يعني وتنشر عن طريق خاصيه الواتساب حتى خارج المغرب، ملي ظهروا في واحد الشريط ديال الفيديو وهما كيهينوا النساء المغربيات والاطفال المغاربه بمدينه مراكش. وكانت النيابه العامه اخواني واخواتي قررت البارح الاثنين كيف ما قلنا 5 ابريل 2021 وضع هذا الفكاهي الفرنسي، ما بغيتش نقول بين قوسين، هذا الخبيث المتمرد من اصل جزائري ابراهيم بوهليل ومؤثر مغربي، هذا الوجه اللي كتشوفوا قدامكم مع الاسف الشديد، رهن تدابير الحراسه النظريه على خلفيه التحقيق اللي فتحوا وامر به الوكيل العام لدى محكمه مراكش من بعد الجدل اللي اثير في المغرب من بعد ظهور ثلاثه ديال الاشخاص، جوج منهم فرنساويين من اصل جزائري، يعني مشبوهم تماك ولدهم كذا الى اخره، طلعوا داك الطغيان المبين، كيسمعوا ربما من بعد من بعض الحتاله ديال العسكر الجزائري على المغرب داك الكلام الخايب، حتى هما قال لك راه طلق جيبها فمي وطلق، عفوا جيبها فمي وطلق، راه ما غيوقع والو. المهم
في الشريط ديال الفيديو ظهروا هما كيهينوا النساء والاطفال والمغاربه وكذا وهذه الى اخره، كانه لا ناهي ولا منتهي. قال الاستاذ مراد الجوطي رئيس نادي المحامين بالمغرب في واحد التصريح صرح به ل 360 الجريده، وقال ان المده ديال الحراسه النظريه مرتبطه بالبحث التمهيدي اللي كيشرف عليه يعني الناس ديال الشرطه القضائيه، واللي هو كيتسم بالسريه ديال البحث. المشرع كيشير الى ان الحراسه النظريه هي 48 ساعه ويمكن التمديد ديالها 24 ساعه اخرى، وداك الشيء كيكون باذن من النيابه العامه من بعد ما تقاضى هذه المده هذه، يعني مده الحراسه النظريه القانونيه واللي تقدر تمدد كيف ما قلنا ل 72 ساعه، غادي يتم التقديم ديال المعنيين امام وكيل العام للملك بمدينه مراكش. وكنتمنى انا واحد من الناس اللي كيتمنى يعني حيت وكيل اللي ما كيحشم ما كيستحيا، اللي ما حشم خصو يخاف، المهم القانون يتطبق عليهم ويتشدد باش يكونوا عبره لمن لا يعتبر، لان المغاربه ماشي حتى لهاد الدرجه الخاص كيف ما كيظنوا بعض الحتاله وبعض خبر فراسكم. المهم غادي نمشيو دابا للفقره الثانيه، السجن النافذ لمعنف اساتذه التعاقد. هذا اللي هما كتشوفوا في الصوره، هذا الشيء يعني هضروا عليه الناس بزاف وهضرنا عليه ودرنا عليه يعني فيديوهات واثر الغضب ديال بزاف ديال الناس. هذا العمل هذا اللي من الشان ديالو باش يهدد السلم الاجتماعي في بلادنا. اذا افادت المصادر الاعلاميه بان محكمه الرباط قضات بالحبس النافذ سنه وحده، عام ديال الحبس اخواني واخواتي حق هذا الشاب هذا اللي ظهر في مقاطع وتسجيلات وهو كيعنف الاساتذه ديال التعاقد في الشوارع ديال الرباط قبل شي ايام، راكم ربما كاملين كتعرفوا هذه الاخبار. ويقضي مول النص، تعرف بهذه السميه هذه مول النص، ولكن ماشي النص اللي مشى بالكم ليه، لا النص يعني النصاص برجليه كيجمع الاساتذه كيف ما لقبوه المغاربه. العقوبه ديالو دابا كيقضيها الحبسيه في سجن العرجات، ويتابع الآن معنف الأساتذة بتهم الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة. المهم داكشي اللي دار ما تشي واحد ما قال ليه دير هكاك، ولهذا تحكم بعام ديال الحبس، وإن شاء الله أي واحد سولت له نفسه باش يدير زعزعة في الأمن والاستقرار ديال البلاد بإثارة الفتنة فالعقوبة ولا شيء إلا العقوبة. إذن غادي نمشيو إخواني وأخواتي قبل ما نمشيو للفقرة الثالثة وهو الإمام الروبو. عقلتوا في الفيديو اللي كنا هضرنا على هاد مول النص، واش قلنا أنه الأساتذة ماشي لذاك الدرجة الخاص باش يتجمعوا بالنصاص، وإنما قال فيهم الشاعر: تصوروا معايا الظلام كيضرب النور، تصوروا معايا الجهل كيضرب القلم، هذا ما عمره قرأ، ما عمره استوعب، ما عمره عرف قول الشاعر. إخواني وأخواتي، قم للمعلم وفه التبجيلة، وفه التبجيلة، وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، أنفسا وعقولا. ماشي باش تحقرهم بذاك الطريقة وكلها، الله يحسن عوانه ونطلب الله السلامة والعافية. إذن الخبر اللي قلت لكم هو إمام روبو مصارجي بالحجرة بالبطارية، سمعناه في شي دول أوروبية إلا بغيتي تصلي التراويح بخمسين أورو وما نعرف شنو بمئة أورو، هذه بستمئة أورو، بمعنى خصك راس المال باش تمشي تصلي في الجامع. اللهم ابن أمي صلي في داره، لان الا ولينا كنبيعوا ونشريوا هكا في الجوامع القضيه. المهم هضرنا على هذا الشيء البارح، اليوم الموضوع ديالنا هو هذا الروبو اللي كتشوفوا قدامكم. تصوروا معايا، قال لك اسيدي ديروا والعائله يتجمعوا ويتجمعوا معاهم الناس اللي كذا ويبداو كذا يدوزوا رمضان ويدوزوا التراويح وحتى الصباح والظهر والعصر وكذا، ما كاين باس بحال جبتي الامام للدار عندك. نشوفوا شويه وبلا ما تضحكوا الله يستر عليكم، راه عيش نهار تسمع اخبار. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الله أكبر.
المهم الامام صغير وحليل وكذا، انا بقيت كنفكر وكنقول في حاله ذاك الله اكبر وانت راكع وتسالت ليه الباتري، سال ليه السرج ديال الضو، كلشي بغى يبقى مكوانسي. المهم ولن تجد لسنه الله تبديلا، الامام خصو يكون الامام، ما كاينش الامام صلي في دارك، واحد من الدار يصلي بيك، ما كاينش حافظ القران يشد المصحف يكون كيعرف يقرا ويقرا من القران ويقدر يصلي بكم التراويح في حاله الا ما كاينش المساجد، ونخرجوا من باب واسعه. والله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم وابراهيم، ما نكونوش كنصعبوا الامور وكنديروا راسنا بلا راه فاهمين والعياقه حتى في الصلاه. اذا تبارك الله عليكم، كان معكم اخوكم ومحبكم الياس، الله يخليكم. قبل ما نمشي ما تنساوش جمجموا ولا تخمموا، فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، والاهم من كل شيء باش ينتشروا الفيديوهات ديالنا وتكونوا كتشجعونا خليوا تعاليق، المهم تكتبوا اي تعليق، علاش؟ باش كيقوى الفيديو كينتشر، باش كيولي كيتقترح الفيديو ديالنا في منصه اليوتيوب، وبهذا غادي نكونوا كنظهروا مع بعضنا وغادي يكون التواصل ديالنا دائما كمغاربه سواء داخل وخارج ارض الوطن في اطار الحب والحنان والعطف والوئام. وعاش المغرب امنا مستقرا، وعاشت الصحراء المغربيه في ظل القياده الرائده لجلاله الملك محمد السادس نصره الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انه لا نحيا بشعار الله.